كلمة بس بسيطة لأبنائي. الملاحظة في السوق بشكل عام، والملاحظة على فكرة ليس فقط داخل المملكة، داخل المملكة وخارج المملكة، في اللقاءات الكثيرة في حياتي السابقة واضح جدا تميز مخرجات الجامعة. أنا أهني الجامعة وأهني طلابها وأتمنى أن يستمر هالمستوى المتميز صراحة من المخرجات. الشيء الوحيد اللي أقوله أنه استمروا في التميز.